النهاردة هيكون كلامنا عن طريقة تقديم العلف بعد فترة التصويم. بعض من المربيين لما بيعمل برنامج تصويم او حتى برنامج اظلام، لما بيرجع يقدم العلف للفراخ بيحصل ان الفراخ بتهجم هجمة شرسة جدا على العلافات، فممكن واكيد هيحصل كدمات واصابات وتكسير جناح، وممكن الفرخة الضعيفة ما تلحقش تاكل او ان الفرخة الكبيرة تاكل حق الفرخة الصغيرة، وبيحصل زي ما حضراتكم متخيلين معايا العنبر بيكون عبارة عن حرب دايرة على العلف ده، لان الفراخ طبعا بتكون جعانة والجوع كافر زي ما احنا عارفين. طيب ما هي التركة او الطريقة الصحيحة لتقديم العلف بعد عملية التصويم او بعد الاظلام؟ ازاي ان انت تدخل بالعلف جوه العنبر بطريقة سهلة بطريقة بسيطة تتفادى المشاكل، تكسير الجناح، الكدمات، الاصابات، الهرج والمرج اللي بيحصل في العنبر؟ كل المشاكل دي ازاي انت كمربي تتفاداها بمنتهى السهولة والبساطة؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة، لكن كالعادة ما تنساش ان اشتراكك يشرفنا في القناة علشان يصلك كل جديد، ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا البعض بيعمل برنامج اظلام اكتر من 3-4 ساعات، بيرجع يقيد النور فبيحصل هجمة من الفراخ على العلافات. البعض الاخر بيعمل تصويم طول النهار، ممكن للاجهاد الحراري في فصل الصيف، فممكن الفراخ تقعد اكتر من 12 ساعة بدون علف، فلما بيجي يقدم العلف برضو بيحصل هجمة وبيحصل مشكلة وتزاحم وكدمات واصابات على العلافات. الطريقة الصحيحة ان حضرتك تقدم العلف هي انك تطفي النور اثناء تقديم العلف. وكمان ايه بقى؟ يعني مش هتطفي النور وبس، لا، في الاول انت هتطفي النور وانت بتعلف، يعني اعلف الخط لو انت عنبر اوتوماتيك النور مطفي، اعلف الخط للاخر لو انت عنبر يدوي، ادخل في الظلام على ضوء الموبايل، اعلف العلافات بشكل يدوي، لكن ما تقيدش النور مرة واحدة. هي دي التركة، ما تفتحش النور مرة واحدة. تقدر ان حضرتك تفتح خط واحد من الخطوط اللي في العنبر. الاضاءة الضعيفة دي يا شباب هتخلي سرعة وهجمة الفراخ على العلافات قليلة جدا، يعني هتكون حركة الفراخ اتجاه العلف حركة هادية، في خلال نص ساعة او ساعة بالكتير بتكون كل الفراخ راحت للعلافات، ولكن بهدوء، واكلت وانسحبت وجه الصغير واكل الكبير واكل الصغير، وفي توازن في عملية تقديم العلف. وبعد كده بترجع حضرتك تقيد النور كامل 24 رات، مفيش مشكلة خالص، لكن بالطريقة دي انت بتقلل اصابات الفراخ من الكدمات ومن الهجمات اللي بتحصل على العلافات. التزاحم ده مشكلة كبيرة، الفرخة الصغيرة ممكن ما تاكلش فبيحصل تفاوت في الاوزان، لكن لما بتقدم بالطريقة الهادية الاضاءة البسيطة اللي انت بتعملها في الاول دي بتحافظ على عدم وجود تفاوت في الاوزان. لكن خلاصة حلقتنا النهاردة انك تقدم العلف اثناء الظلام، ولما تيجي تقيد النور ما تقيدش النور بالكامل، افتح بس 25% من الاضاءة الاول، في خلال نص ساعة او ساعة بالكتير خلاص بتكون قوة الاندفاع بتاع الفراخ والتزاحم ده اختفى من العنبر، وبالتالي تتفادى انت حضرتك كل المشاكل اللي احنا قلناها في بداية الفيديو. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن كالعادة لو عندك اي سؤال اكتب لنا في التعليقات، وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.